أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج قصة وفكرة وفكرة اليوم هي البحث عن الحقيقة التماس طريق الهداية طريق الرشاد سنتحدث اليوم عن نموذج انطلق في رحلة البحث عن الحقيقة لا شك أن الذي يستطيع السير في مثل هذه الدروب الوعرة المتشعبة لا بد أن يكون صاحب قلب خفاق وعقل متقد دفاق وفكر لا ضفاف له ولا قوالب جامده تحد من انطلاقته ونموذج عظيم لهذا كله هو الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي رحمه الله تعالى بطل حلقتنا لهذا اليوم. ولد روجيه جارودي الفيلسوف الفرنسي الشهير ولد في مرسيليا في فرنسا عام 1913 من ابوين ملحدين، ما كانوا ملحدين بسبب ارتباطهم بالشيوعيه ولا حتى اي مذهب اخر لا ديني، لكن كانوا اجيال تقليديه على حد قول جارودي نفسه، تلك الاجيال التي لا يمثل الدين اي اهتمام في حياتها. بعد عام من مولده اندلعت الحرب العالميه الاولى وعاش ابواه في هذه الاجواء الى ان انتهت الحرب في 1918 وتم توقيع الهدنه انذاك في عام 1927 اعتنق جارودي المسيحيه وعمره 14 سنه على المذهب البروتستانتي غريب اهلا ما لهم اي علاقه باي دين بما فيها المسيحيه هو الوحده قرر يعتنق المسيحيه لماذا انظروا انظروا النضج والعقل والتفكير لطفل عمره 14 سنه يقول اعتنقت المسيحيه انذاك لاعطي لحياتي معنى في وقت كان الجميع يعتقد بانهم يعيشون نهايه العالم بسبب الحرب العالميه وبسبب اشتداد الازمه داخل اوروبا فكان الناس كلها تعيش خلاص في اجواء ما فيها اي ايمان ما فيها اي روحانيه وانتشار طبعا كان للشيوعيه والالحاد بشكل كبير في هذه الاجواء يقرر وحده عمره 14 سنه ان يصبح مسيحيا ثم في عام 1933 انضم روجيه جارودي الى الحزب الشيوعي الفرنسي. ما كان ملحد ولا كان حتى شيوعي على فكره، كان في ذلك الوقت رئيسا للشبان المسيحيين البروتستانت. لكن لماذا انضم للحزب الشيوعي؟ كان الانضمام اولا للحزب الشيوعي موضه عند كثير من المثقفين الفرنسيين. وكان سبب هذه الموضة انهم يبحثون عن طريقة للخروج من الرأسمالية اللي الرأسمالية المسيطرة على العالم وتمص ثروات العالم وفي نفس الوقت كانت الشيوعية والطريقة للتصدي لهتلر والنازية التي بدأت تظهر بقوة في ذلك الوقت فكان عنده خطرين رئيسيين الرأسمالية وخطر النازية الرأسمالية الأمريكية والإنجليزية والنازية الألمانية بهتلر، فكان الخطرين أقوى من هو معادي لهم هم الشيوعيين بالذات السوفيت اللي أيدون الشيوعيين في كل أوروبا، فوجد إنه هو الوحدة هو ضعيف هو وجماعة، فانضم إلى جماعة تستطيع أن تتصدى لهذين الخطرين، وفعلا استطاعوا. أن استطاعت النازية أن تصعد هذه الحركة النازية تصعد وتصعد في ألمانيا حتى استطاعت السيطرة على ألمانيا في 1933 ولم يكتفوا بذلك بل بعد تعرفون هتلر بعد ذلك بدأ في 1935 الحرب العالمية الثانية وبدأ هذه الحرب باحتلال لعدة دول أوروبية ثم احتل فرنسا نفسها فقام الشيوعيون بالتصدي له والحركات القوميه ديغول وجماعته بالتصدي لهتلر النازي الذي احتل فرنسا، وكان هو مع الجماعه الشيوعيه التي تصدت لهتلر، لكنهم استطاعوا القبض عليه وارسلوه لاحدى المعتقلات النازيه، ليس في فرنسا وليس حتى في المانيا، وانما ارسلوه لمعتقلات في الصحراء الجزائريه عام 1941. واستمرت الحرب العالميه الى 1945 حيث انتصر الحلفاء على هتلر واستطاعوا اسقاط المانيا النازيه وكان الامريكان والانجليز متحالفين مع الاتحاد السوفيتي ضد هتلر، مع انهم اعداء هؤلاء شيوعيين وهؤلاء راسماليين. فكان هذا كله مع نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945 فالآن خرجت روسيا منتصرة اتحاد السوفيتي الشيوعي منتصر وبدأ المد الشيوعي يزداد ظل جارودي يبحث عن الفكرة يبحث عن الحقيقة فظل يبحث عن ذلك ويستمر الآن جرب المسيحية جرب الشيوعية ما هو مرتاح في عام 1953 حصل على درجة الدكتوراه الأولى من جامعة السوربون وكانت عن النظرية المادية في المعرفة جاءت هذه النظرية المادية نظرية لها علاقة بالشيوعية أن كل تحليل التاريخ أسباب صراع مادي جاءت صدى بسبب تأثرة بالأفكار الشيوعية وضمنها مع موضوعات عالجها أساتذة الفلاسفة الماديين ماركس وانجلز ولينين وماتسي تونغ وغيرهم فهو كان يعرف كل هذه الافكار متشربها بل حصل على الدكتوراه فيها ثم في عام 1954 حصل على درجة دكتوراه ثانية عن الحرية من جامعة موسكو وكان أول مترجم فرنسي لمؤلفات لينين الشيوعية وكانت أيضا أول دكتوراه لفرنسي في جامعة موسكو. إذا نحن نتكلم عن فيلسوف دخل في أعماق الفلسفة، دخل في أعماق المادية، دخل في أعماق الشيوعية كتب رسائل دكتوراه وألف كتب لينين نفسها والعفو ترجمها إلى الفرنسية. كان عام 1956 عاما حافلا في حياة جارودي. في ذلك العام تم انتخاب نائب في البرلمان الفرنسي وتم انتخابه بعد ما فاز بالنيابة في البرلمان انتخبه البرلمان نائبا لرئيس البرلمان احنا قاعد نتكلم عن شخص بهذه الدرجة من العلم والشهرة والمكانة نائب رئيس البرلمان الفرنسي ثم حدث له حدث يجعله يراجع افكار الشيوعية جاءت مراجعه الشامله للماركسيه والشيوعيه بسبب صدمه شديده لما عرف من هو منهم الشيوعيين من داخلهم عرف عن ستالين اللي هو حكم حكم الاتحاد السوفيتي بعد ما مات ستالين وجاء خروتشوف فحكم الاتحاد السوفيتي خروتشوف صدر بيان سري القى خروتشوف في عام 1900 و وخمسين في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي ألقى خروتشوف رئيس روسيا رئيس الاتحاد السوفيتي بيان عن ستالين وما كان يفعل والظلم اللي فعله والجرائم اللي فعلها تجاه الشيوعيين نفسهم وكيف استغل المنصب للمادية وكيف الحزب الشيوعي تحول من حزب مفروض يؤمن باشتراكية الناس في الأموال ومن كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته تحول إلى رأس مالية دكتاتورية مسيطرة تستغل الناس لما عرف الحقيقة من أصحابها كان بالنسبة له مأساة انعطاف كامل في حياته ترتبت عليه نتائج لاحقه كبيره كان من ابرز نتائجها انه امتنع عن نشر رسالته، رسالته كانت رساله موجوده في الجامعه، كان المفروض يحولها الى كتاب فلما عرف ان كان يتكلم عن باطل كله باطل فامتنع عن نشر رسالته للدكتوراه الاولى عن النظريه الماديه في المعرفه ونتائجها من امور اخرى وبدا هذا كله يجعله يفكر بطريقه مختلفه فكتب كتابه الهام نظرات حول الانسان من هو هذا الانسان؟ في عام 1959 فبدا الان يدخل في اعماق الفكر الانساني وبدا يفكر شويه باستقلال عن الشيوعيين في هذه الفتره بدات بالنسبه لعمليه نقد داخلي الافكار اللي انسان يتبناها في تلك الفتره ايضا اصدر كتابه الاخر واقعيه بلا ضفاف وانتقد فيه بشده الواقعيه الاشتراكيه التي تجمدت شيوعيه تجمدت في قوالب حاله بين الشيوعيه وبين الماديه وبين الاشتراكيه وبين التطور الحضاري في عام 1960 أسس دارودي مركز الدراسات والبحوث الماركسية وأداره عشر سنوات وكان هو المسؤول عن الترجمة الفرنسية كما ذكرنا لمؤلفات لينين فما زال يبحث في داخل الشيوعية ثم في عام 1966 أصدر كتابه ماركسية القرن العشرين نقد فيه نقد مميز الماركسية والشيوعية والمسلمات الماركسية في هذا الكتاب اتهم قارودي الشيوعية والماركسية عرفها من اعماقها انها تحولت الى دين جديد دين رسمي له طقوس واتباع ورد على المقولة الشهيرة لماركس الدين افيون الشعوب كانت مقولة قارودي أن القول بأن الدين في كل زمان وفي كل مكان يصرف الإنسان عن العمل وعن الإنتاج وعن الكفاح هذا يتناقض تناقض واضح مع دراسة التاريخ مع الواقع التاريخي إذا الآن بدأ يفهم أعماق المسألة في عام 1968 انظروا انظروا البحث التغي التغيير الفكري البحث عن الفكرة في عام 1968 نشر كتابه في سبيل نموذج وطني للاشتراكيه، هذا الكتاب نشره بعد احداث تشيكوسلوفاكيا لما جاء الحلفاء حلف وارسو، العفو ليس الحلفاء، حلف وارسو واحتل تشيكوسلوفاكيا وحولها الى سيطره الاتحاد السوفيتي، فبدأ ينتقد كل هذا ثم في عام 1969 اصدر كتابه منعطف الاشتراكية الكبير انا اوجه كلامي هذا الان لبعض الشباب اللي ما زال عندهم شوية افكار شيوعية ولا شوية افكار ماركسية ولا اشتراكية هلا دخلوا في اعماقها في اعماق اعماقها وصلوا الى المراتب العليا فيها عرفوا حقيقتها اقرأوا اقرأوا كتبكم عن الماركسية هذه كتب ماركسية وكتبها قائد من قادتهم فطالب في هذا الكتاب بتصحيح وتعديل الماركسية تحت عنوان انها مراجعه مؤلمه لكنها ضروريه. ثم صار جارودي عضوا في الحوار المسيحي الشيوعي في الستينات. في هذه الفتره في عام في هذه الفتره بدا يدخل الان اكثر بين المسيحيه، بين الشيوعيه، بدا يبدا يبحث عن افكار اخرى. في هذه الفتره في وفي عام بالذات 1970 ازدادت حده التوتر بينه وبين حزب الشيوعي فأعلن تمرده أخيرا على الحزب الشيوعي ثم طرد منه بعض الناس يقول استقال لكن الظاهر أنهم أيضا لم يتحملوا ومضى في جولة في العالم قابل فيها أبرز الشخصيات أبرز الزعامات العالمية في العالم زار الزعيم الشيوعي الكوبي فيديل كاسترو الزعيم الليبي الهالك معمر القذافي، الرئيس الجزائري هواري بومدين، عديد من الرؤساء العرب والاخرين كلهم زارهم وفي عام 1972 بعد عامين من الخروج من الحزب الشيوعي اصدر كتابه البديل وهو اقرب لنداء ايجاد حافز كيف نصنع المستقبل هو هو يعني مثل مخطط برنامج عمل يرمي الى انشاء حزب يمكن وصف هذا الحزب بأنه مشروع حضاري للإنسان للبشرية الآن بدأ ينتقل إلى التفكير بالإنسان بالبشرية وليس بالشيوعية أو المسيحية ثم في عام 1974 أصدر مجلة باسم البدائل الاشتراكية وأعلن أنه يجب إعادة الغرب إلى وضعه الحقيقي حجم الحقيقي هذه الهيمنة الغربية لابد أن نعيد الحوار بين الحضارات حوار, حوار حقيقي بين الحضارات وما نكتفي بالهيمنة الغربية على العالم وفي عام 1976 قام بتأسيس المعهد الدولي للحضارات انظروا هذا التحولات الفكرية الآن شيء آخر كان شيء والآن صار شيء آخر وبدأ الآن يهاجم الحضارة الغربية، كان يعتبر أن الحضارة الغربية استنفدت أغراضها، لم تعد الحضارة الغربية لها حاجة لها ضرورة. وكان من أهم ما كتبه في هذه المرحلة كتابه حوار الحضارات. هذا هو جارودي بكل هذا الوزن بعد ذلك بست سنوات في عام 1982 أشهد جارودي أشهر جارودي إسلامه في المركز الإسلامي في جنيف ما هي قصة إسلامه وماذا حدث له بعد ذلك سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله حيكم وارحب بكم مع برنامج قصة وفكرة وحديثنا هنا عن البحث عن فكرة البحث عن الحقيقة وشخصية هذه الحلقة هو الفرنسي الفيلسوف العظيم جارودي روجيه جارودي. وذكرت لكم كيف ان تنقل من فكرة لفكرة ودخل كل الأفكار المختلفة الشائعة في زمانه، لكن في النهاية استقر على الإسلام. كان أحد الأسباب الرئيسية لانجذاب جارودي نحو الإسلام هي حياة المسلمين العاديين. اخلاص المسلم العادي لقيمه، احترام المسلم للانسان، يروي جارودي هذه القصه التي كانت بدايه تاثره بالاسلام. ذكرت لكم كان مسجونا في احد المعتقلات النازيه في الصحراء الجزائريه في عام 1941. في الرابع هو يروي هذا يقول في الرابع من اذار مارس سنه 1941 يقول كنا زهاء 500 مناضل من المعتقلين والمسجونين بسبب مقاومتنا لهتلر و كانوا يعني هجرونا الى مدينه او منطقه جلفه في جنوب الجزائر وكانت حراستنا بين الاسلاك الشائكه في معسكر الاعتقال مدعومه بتهديد رشاشين ممكن يقتلوا المئات والجنود طبعا جزائريين لكن الضباط كانوا كانوا من الالمان من جماعه هتلر يقول في ذلك اليوم وبالرغم من اوامر القائد العسكري وهو فرنسي خائن منضم الى هتلر ضد الفرنسيين نفسهم يقول نظمت مظاهره على شرف رفاقنا من قدام المتطوعين في الفرق الدوليه الاسبانيه المهم مظاهره داخل السجن فاثار عصياننا هذا حفيظة القائد قائد المعسكر هذا الفرنسي فاستشاط غضبا وانذرنا ثلاثا نوقف المظاهرات او الاحتفالات هذه لكننا مضينا في عصياننا فامر الجزائريين الحاملين للرشاشات وكانوا من من جنوب الجزائر امرهم باطلاق النار على كل المسجونين فرفضوا فهددهم بصوت يقولون حتى هو يقول مصنوع من ذنب البقر يجلدهم لكنهم ظلوا لا يستجيبون. يقول لا اجدني اليوم حيا الى الان الا بفضل هؤلاء المحاربين المسلمين. يضيف جارودي يقول: كانت المفاجاه بالنسبه لي عندما رفض هؤلاء تنفيذ اطلاق النار، لم افهم السبب جنود يرفضون اوامر قائدهم. يقول لم افهم السبب. لاني للوهله الاولى ما كنت اعرف لغتهم ولا اعرف اللغه العربيه فعلمت بعدين من مساعد جزائري بالجيش الفرنسي كان يعمل في نفس المعسكر ان شرف المحارب المسلم يمنع من ان يطلق النار على انسان اعزل على انسان مسجون وكانت هذه اول مره اتعرف فيها على الاسلام الحقيقي هنا قارنوا هذا بالذين قتلوا المتظاهرين بالشوارع بالمئات بالالاف اين شرف المسلم واين حرصه واولئك الذين صفقوا لهم وايدوهم كل هذا قارنوه بموقف رجلين غيروا حياه فيلسوف من فلاسفه القرن يقول من خلال هذا الحدث المهم في حياتي تعلمت في هذا الحدث أكثر من دراسة عشر سنوات في السربون أرقى جامعات العالم في القانون يقول روجيه جارودي يقول انتمائي للإسلام لم يأتي بمحض صدفة جاء بعد رحلة هذا حديثنا رحلة عناء رحلة بحث رحلة طويلة تخللتها منعطفات كثيرة حتى وصلت الى مرحله اليقين الكامل والخلود الى العقيده او الديانه التي تمثل الاستقرار الاسلام في نظري هو الاستقرار يقول جارودي انه وجد في الاسلام ما لم يجده في غيره من كل الافكار والاديان والمعتقدات والنظريات والفراق كل الكتب التي قراها المجلدات يقول بكلمات اكثر بساطه في حوار كان من اخر حواراته في مجله الامه القطريه يلخص جارودي اسباب انجذابه للاسلام فيقول: اذا حكمت على الامور في ضوء تجربتي الشخصيه فانني اقول ان ما كان يشغلني هو اني ابحث عن نقطه نقطه كل هالسنين ابحث عن نقطه يلتقي فيها الوجدان بالعقل العاطفة تجتمع مع العقل في مكان واحد، ما كنت أجدها في أي مكان، إما العقل وإما روحانيات وعاطفيات لكن لا تنسجم مع العقل، أبحث عن مكان تنسجم فيه الروح مع العقل أو العاطفة مع العقل أو الإبداع الفني كما يقول هو، الإبداع الفني الشعري يجتمع في نفس الوقت في نفس النقطة مع العمل السياسي العقيدي فلم أجده. الى ان وجدت الاسلام مكنني الاسلام والحمد لله من بلوغ نقطه التوحيد بينهما فاشهر اسلامه عام 1982 ثم قام باداء العمره وكان طبعا لاسلامه دوي هائل في اوساط الفكر والثقافه واحد من اعظم فلاسفه ومفكري القرن وكثرت التعليقات عليه في الإذاعة والصحافة العربية بل العالمية وكرس بقية حياته للدفاع عن الإسلام ثم قدم في فرنسا للمحاكمة بعد مقال له في جريدة لوموند الفرنسية ينتقد فيها الجرائم الإسرائيلية في لبنان على أثر الغزو اللبناني الإسرائيلي للبنان فانتقد بشدة إسرائيل طبعا بالنسبه لهم هذه كارثه ان ياتي هذا الفيلسوف فينتقد اسرائيل وحاكموه على سبب انتقاده لاسرائيل وظل على هذه الفكره التي امن فيها وبدا يخدمها وينشر من اجلها حتى نال جائزه الملك فيصل العالميه عام 1985 بسبب خدمته للاسلام وفي سنه 1986 ايضا فاز بجائزة عن كتابيه وعود الاسلام والاسلام يسكن مستقبلنا وبسبب ايضا دفاعه عن القضية الفلسطينية في عام 1966 اصدر العفو 96 اصدر كتابه الاساطير المؤسسة للدولة الاسرائيلية هاجم اسرائيل طبعا هذا فتح عليه النار من كل جانب وزجوا به مره اخرى في قاعات المحاكم في فرنسا وعوقب في عام 1998 بالسجن عام كامل مع وقف التنفيذ بتهمه انكار المحرقه اليهوديه وعلى فكره لم ينكرها هو قال في تم التعذيب لليهود لكن ليس بهذا الحجم الذي يصورونه وليس بهذه الاعداد هذه مبالغات يريد استعطاف العالم على شانها ثم اتجه في دفاع للإسلام في ثلاثة اتجاهات رئيسية كل باقي حياته سخرها لها أولا تقديم حقائق الإسلام الصحيحة للعالم الغربي وتصحيح الصورة الذهنية المشوهة والباطلة عن الإسلام والمسلمين لدى الغرب وبيان أن نهوض حضارة الغرب كان سببها الإسلام الأمر الثاني إنسانية عقيدة الإسلام وشريعة الإسلام وقيم وأخلاق الإسلام وأن هذه الإنسانية هي السبب أو المؤمل عليه في إنقاذ البشرية من الضياع والدمار الذي تعاني منه بسبب الحضارة الغربية والأمر الثالث بيان الخطر الذي بسبب قامت يعني خطر قيام دولة إسرائيل خطر على العالم وعلى على الأمة وعلى فلسطين بالذات وخطورة الدور الذي تمارس الصهيونية العالمية ثلاث أمور من أجلها خاض كل معاركة في بقية حياته كلها قضايا فكرية وفي عام 2002 نال جائزة حقوق الإنسان من ليبيا وفي عام 2004 أصدر كتاب الإرهاب الغربي هكذا كان من أعظم المفكرين، من أعظم الفلاسفة، وختم حياته في عام 2012 رحمه الله تعالى في سور ماران في جنوب فرنسا، جنوب باريس عن عمر يناهز 99 عاما رحمه الله تعالى. في حياتنا لا بد أن نبحث دائما عن الحقيقة، عن الصدق. لا ناخذ الامور بمسلمات من دون دليل العقل هو الذي سبب من اسباب تكليفنا اذا زال العقل زال التكليف كم من حولنا من ايمان بلا تفكير انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون كم من المواقف التي تكشف ان هناك اناس لا يعقلون اتباع الهوى يكون بغياب العقل. يقول الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ قبل أن استودعكم الله، أقول انشروا عنا. الإسلام يعلمنا أنه في ضوء الإيمان بالله، يبدو لكل شيء حكمة ولكل حدث غاية خيرة. وإن خفيت روجيه جارودي رحمه الله